اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ال 12 بير اوف ذا كرينيال نيرفز. طبعا هم 24، 12 في ناحيه و12 في الناحيه الثانيه، يعني هنا هتلاقي 12 وهنا هتلاقي 12 زيوم اللي هم اخواتهم. يعني كل النيرفات اللي احنا قلناها قبل كده في منها اثنين، يعني يبقى دول الكرينيال نيرفز. في بعد كده عندنا تحت بقى نجد بقى السباينال نيرفز اللي بتطلع من السباينال كورد، بتطلع من السباينال كورد. ولما تيجي نقرب على السباينال كورد، طبعا زي ما احنا شايفين اهو، هنجد في زي السباينال نيرف عشان يطلع من السباينال كورد بيعتمد على روتس. موتور روت دي من قدام بتطلع من السباينال كورد من قدام، وسنسوري روت دي بتطلع من السباينال كورد من ورا، وبعدين بيتحدوا مع بعض ويدونا النيرف. زي ما احنا شايفين دي رسمه ثانيه اهي. خلاص هنجد في عندنا الانتيريور روت ده الموتور، وفي عندنا البوستيريور روت ده السنسوري، والاثنين مع بعض بيتحدوا ويدونا سباينال نيرف. ويرجع السباينال نيرف ده ينقسم الى انتيريور ريمس وبوستيريور ريمس. يعني بص ماشي، السباينال نيرف ده يرجع ينقسم الى انتيريور ريمس وبوستيريور ريمس. طيب يقول لك دايما الانتيريور ريمس دي بتخش في تكوين حاجه اسمها البلكسس. ايه البلكسس دي؟ يعني مثلا هنا هتلاقي في المنطقه اللي هي بتاعه الحوض دي هتلاقي في مجموعه بلكسس كده بنسميها ساكرال بلكسس. في واحده فوق برضو هنا، واخد بالك، في العنق هنسميها سيرفايكال بلكسس. في واحده هنا عند الابر لين بنسميها البريكال بلكسس. تيجي نقرب عليهم شويه، دي مثلا بنسميها سيرفايكال بلكسس، مجموعه اعصاب طبعا بتدي نيرف سبلاي للماسلز وليها دور سنسيشن. بتبقى معركه هنا، واخد بالك، موجوده مشروحه بالتفصيل في الهيد ونيك، ماشي، اسمها سيرفايكال بلكسس. طيب في عندنا مجموعه اعصاب برضو دي بتبقى رايحه للابر لمب، بنسميها البريكال بلكسس، حتى بريكال دي نسبه للعرض. وفي مجموعه اسمها اللامبر بلكسس، دي بتبقى طالعه من عند اللامبر فرتبري، الفقرات القطنيه. وفي مجموعه اللي احنا شفناها من شويه اللي هي الساكرال بلكسس، ساكرال بلكسس، ودي بتبقى طالعه من عظمه الساكرم، عظمه بتاعت الحوض دي، هي اخر جزء في اخر جزء في الايه الفرتيبرال كولم. خلاص كده يبقى في اللامبر، اللامبر ال 4 وال 5، وفي الساكرم. خلاص كده، وفي البريكال والسيرفيكال. يعني دي كلها طبعا دي كلها بتتكون منين؟ بتتكون من الانتيريور ريماي اللي هي دي، الانتيريور ريماي تتجمع مع بعضها، انتيريور ريماي مثلا سي 5 وسي 6 وسي 7، كذا نيرف مع بعض انتيريور ريماي يخشوا مع بعض ويكونوا ايه؟ مجموعه بلكسس. طيب ويروحوا يغذوا مثلا لمب طرف علوي طرف سفلي كده يعني. طيب احنا دلوقتي عشان نفهم بس فكره النيرفز او دور النيرفز بالظبط، احنا عندنا ده سباينال كورد اهو ماشي، وده نيرف اهو، ادي عصب طبعا طالع من السباينال كورد، ده الانتيريور روت وده البوستيريور روت. هنا هنا الموتور وهنا السنسوري. هنا هو موضح السنسوري اهو اللي هو ملون باللون الاصفر ده، والناحيه الثانيه اللي زي ده اهو ده الموتور. طيب براحه كده، يبقى ده 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 دور ذا الروت او البوستيريور روت، وده بوستيريور روت، ده سنسوري وده سنسوري، وده انتيريور روت موتور وده برضه انتيريور روت موتور. طيب تعالى ناخد كده واحد واحد، نبدا مثلا بالسنسوري او السنسيشن. طبعا السنسيشن ده هيبقى جاي منين؟ انا اول حاجه عندي ايه؟ بص كده، قرب 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 قرب، عندي هنا ايه؟ عندي هنا في ريسبتور مستقبل بيستقبل بقى الاحساس الالم، واخد بالك، وبعدين السنسيشن ده بيبدا ان هو ينتقل عن طريق النيرف ماشي. في هنا جانجليوم، هنيجي بعد كده مفهوم الجانجليوم، حاجه اسمها دور ذا الروت جانجليوم، بتبقى دايما اسمها دور ذل. يعني ايه دور ذل؟ يعني جايه في الدور ذا الروت اللي هو جاي من ورا اللي هو بتاع السنسيشن. فدايما الجانجليوم دي مرتبطه بمساله الايه؟ السنسيشن، بتجيب الاحساس وتعديه وتوصله للسباينال كورد. خلاص كده، وبعدين ببدا ان انا اوصل للسباينال كورد واطلع 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 واوصل في النهايه، طبعا لون اصفر، انا مع لون اصفر، واطلع في النهايه واوصل للبرين. خلاص كده، وابعت بقى للسنسيشن بقى البين، الالم، التمبريتشر، واخد بالك. طيب انا قرصت واحد او وجعته خلاص كده، او في اتلسع، يبقى انا محتاج ان انا احرك ايدي بقى او احرك دراعي، يبقى انا محتاج ان انا ادي، محتاج ان انا بقى ادي امر موتور. يجي المخ يقوم ايه؟ يدي الامر الموتور، امر الموتور ينزل 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 اللي هو لونه احمر. خلاص كده ينزل 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 ينزل، واخد بالك، ويروح بقى في انهي منطقه؟ المنطقه الانتيريور ولا المنطقه البوستيريور؟ لا، المنطقه الانتيريور. خلاص كده، يدي هنا للروت اللي هو الفنترال روت، وده يبدا ان هو يروح للماسلز او يروح للعضلات. وبالتالي انا عندي نوعين من الحاجات، عندي السنسيشن وعندي الموتور. طيب يبقى ملخص الكلام اللي فات، انا عندي ريسبتورز مستقبلات، وعندي نيرفز دي اللي هي النيرفز فايبرز، وعندي البرين او المخ، وبعدين البرين ده بيرجع ان هو يدي اوامر تاني للافكتورز. الافكتورز دي اللي هي زي العضلات مثلا اللي بتاخد الاوامر دي. خلاص كده، يبقى ريسبتورز ثم نيرفس اللي هو البريفرال نيرفس سيستم، ده نيرفس، وبعدين السنترال نيرفس سيستم ده اللي هو البرين بقى والبرين ستيم ومش عارف ايه، وبعدين ارجع ادي الاوامر تاني للافكتورز، مش اللي هي هتنفذ هذه الاوامر. طيب ونكمل كلامنا مع بعض في الفيديو اللي جاي.